فتيش عزيز رئيس مصلحة التخطيط وقيادة مخططات التنمية قسم المنتوجات المحلية مديرية تنمية سلاسل الإنتاج وزارة الفلاحة برباط. إذن العرض ديالي اليوم تيهضر على استراتيجية التنمية وتسمية المنتوجات المحلية في إطار المخطط المغرب الأخضر. إذن فالعرض ديالي يتطرق أول حاجة يعني تعريف ما هو يعني ما هو أول منتوج محلي. فواحد المنتوج المحلي أولا خصنا نعرفوا به، نعرفوا شكون هما اللي منتجين ديالو، عاد يمكن لينا نهضروا على استراتيجية ديال التنمية. فواحد المنتوج المحلي هو واحد المنتوج اللي تيتنتج في واحد الوسط معين، هذاك الوسط عنده مميزات معينة ديال التربة ديال المناخ ديال النباتات والأصناف الحيوان اللي عايشة فيه، والأهم من هذا اللي هو واحد المكون اللي ديال التراث المعرفي طريقة الإنتاج اللي تتميز هذوك المنتجين. فإلا ما كانوش هاد ثلاثة ديال الأبعاد اللي هو المنتوج والصفات ديالو يعني الذاتية، الوسط والصفات ديالو والمميزات ديالو، زائد الإنسان المنتج والمعرفة ديالو، فهاد المكونات الثلاثة هي اللي تتعطينا الصفات والجودة والسمعة ديال المنتوج المحلي. إذن فالبداية ديال مخطط المغرب الأخضر قامت الوزارة واحد المجموعة ديال الدراسات الجهوية على مستوى الجهات كاملة لجرد المنتوجات، التعريف بها، المؤهلات ديالها، شحال تيتنتج منها، فين تيتباع، وكذلك المنتجين شكون هما هاد المنتجين، الطريقة ديال التنظيم ديالهم، المستوى ديالهم. فتم التشخيص ديال المنتوجات كلها على مستوى الجهات، وتم يعني إخراج مخطط جهوية ديال التنمية ديال هاد المنتوجات المحلية. من بعد جات دراسة وطنية اللي شدات هادوك الدراسات الجهوية وجمعتهم ودمجتهم في واحد المخطط ولا استراتيجية وطنية لتنمية هاد المنتوجات. بعجالة هاد الاستراتيجية أولا تتهدف لتحسين ديال الظروف ديال الإنتاج، يعني المحلات ولا الأمكنة ديال الإنتاج، يعني المقرات ديال التعاونية ديال الإنتاج ديالهم، تحسين ديال البنايات ديالها، تحسين ديال يعني الماكينات يعني الآليات ديال الإنتاج، تحسين ديالها باش تولي مطابقة المستلزمات الصحية يعني القانون ديال السلامة الصحية، وكذلك تحسين الجودة، تحسين يعني الطريقة ديال تقديم ديال ديك المنتوجات يعني لومبالاج دونك التعليب والتلفيف وليتيكتاج يعني العنوانة خاصها تكون تاهية مطابقة كذلك الجودة وتكون يعني زوينة باش تجلب المستهلك. كاين واحد البعد كذلك هو في الاستراتيجية اللي هو تحسين القدرات ديال المنتجين والتنظيم ديالهم. إذا تم تنمية يعني واحد العدد ديال التعاونيات، العدد ديالهم كثر، وتم الإدماج ديالهم في المستوى الثاني اللي هو يعني لي جيو ولا الاتحاد ديال التعاونيات، وبالتالي فتم تحسين ديال التنظيم باش يولي المخاطبين قلال، وكذلك حتى تولي القدرة التفاوضية عند التعاونيات ولي جيو كبيرة قد ما يعني تم يعني الدمج ديال المنتجين ولا الانتاج ديالهم، فقد ما تتكثر الانتاج وتتولي عندنا قدره تفاوضيه مع الناس اللي غادي نبيعوا ليهم، يعني مثلا المحلات الكبرى ديال الاسواق الكبرى ولا. فكذلك تيتم التكوين ديال التحسين ديال المؤهل ديال التعاونيات من ناحيه ديال القدرات التسويقيه ديالهم، القدرات التسييريه، الحل الحكمة، وكذلك القدرات التقنية يعني الطريقة ديال الإنتاج. واحد المكون آخر اللي هو تحسين التسويق، فتتم يعني المساعدة للتعاونيات في المشاركة مثلا في التظاهرة الوطنية اللي هي المعرض الوطني المعرض الدولي للفلاحة ديال المكناس، تتم تنظيم تظاهرات يعني معارض جهوية تتم فيها العرض ديال هاد المنتوجات ديالهم والتعريف بها وكذلك البيع ديالها، وتتم في نفس الوقت يعني كاين واحد التبادل ديال الخبرات بين التعاونيات. مع انطلاق المغرب الأخضر إلا شفنا المستوى ديال التعاونيات ماشي هو المستوى دابا، هو كاين واحد التحسن ولكن كاين مازال نقائص، لان العدد ديال التعاونيات كبير مثلا غير في المنتوجات المحليه ما يزيد عن 3000 تعاونيه اللي
اللي تهتم بالمنتوجات المحليه. حنا يلاه قسنا واحد النسبه قليله فيها اللي تم الشمل ديالها والاستفاده ديالها من المغرب الاخضر، يعني مازال مخطط مازال غادي مكمل. ف يعني كاين دي ساكسيس ستوري، كاين مجموعه ديال التعاونات اللي تبارك الله عليهم ولات عندهم منتوجات زوينه، ولا تيصدروا، ولا عندهم قدره، يعني ولا عندهم استقلاليه، يعني خرجوا من ديك الحلقه ديال الفقر، فولاو تيربحوا وتيخليوا واحد الطرف من هذاك الربح ديالهم تيعاودوا يستثمروه. من التعاونات اللي ولات عندها الوسائل ديال النقل بوحدها، ولات عندها تشري لومبالاج بوحدها، ولات تدير تيكات تدير الكونسيبسيون تتصايبها زوينه، ولات عندها تشري ماكينات، ولا كاين اللي تيامبورتي كاع تيستوردو. يعني كاين واحد المجموعه، باش ما نقولوش كاع كل شيء خايب، كاين واحد المجموعه ديال النجاحات اللي ان شاء الله حنا تنهدفوا بهذا المخطط ديالنا باش اننا نعمموها وتكون عندنا بزاف ديال الناجحين. علاء الكوم، رئيس مصلحة تأهيل بوكالة التنمية الفلاحية، الهامش المشاركة ديالنا في المعرض الدولي للفلاحة بالداخلة. تعقدت واحد الندوة علمية اللي كانت حولها موضوع التسويق، اللي هو كيشكل واحد المعضلة بالنسبة لجميع التعاونيات اللي كتشتغل في قطاع المنتوجات المجالية. حنا كوكالة التنمية الفلاحية كنشتغلوا على مجموعة من البرامج اللي كتهدف مساعدة وتأطير مواكبة التعاونيات اللي تسهل الولوج ديالهم إلى الأسواق الحديثة، خاصة الأسواق التجارية، المتاجر الكبرى والمتوسطة، وكذلك الأسواق الخارجية، على يعني التسويق على الصعيد الدولي. هاد البرامج اللي كتبدا بالتأهيل، لأنه يجب تأهيل هذه التعاونيات والتحضير ديالها باش تمكن ليها تولج للسوق. كاين المسألة الثانية، إنشاء منصات لوجستيكية وتجارية اللي غادي تسهل الخدمات اللوجستيكية بالنسبة لهاد التعاونيات، وغتعاونهم على تجميع المنتوجات ديالهم وتسهيل التواصل ديالهم مع الأسواق. كاين برنامج دعم المجهودات المبذولة من طرف من أجل الترميز، واللي كتهدف الى ترويج الرموز الرسميه للمملكه لي جي بي ولا او بي، وكذلك لابيل تيغوار دو ماروك اللي خلقته لادا، اللي هو مثابه شهاده من وزاره الفلاحه لهذه المنتوجات، لانهم منتوجات مجاليه، وكذلك لحمايتهم وتقويه التنافسيه ديال التعاونيات. بالاضافه الى ذلك، عندنا برنامج اللي كيهدف الى تنميه التسويق، الى تحسين ولوج المنتوجات المجاليه الى الاسواق الكبرى والمتوسطه. هاد حنا كنشتغلوا مع الفاعلين، حنا كنشتغلوا مع الفاعلين الوطنيين من اجل ادخال العدد كبير من التعاونيات والمنتوجات ديالها. لحد الساعه تمكننا من تغطيه 61% من المتاجر الكبرى والمتوسطه في المملكه، وحنا كنشتغلوا على اساس باش تولي التغطيه شامله لا على مستوى هذه المتاجر ولا حتى متاجر متخصصه في تسويق المنتوجات المجاليه، وكذلك التسويق على المستوى الدولي اللي كيتعتبر حتى هو من المنافذ الكبيره لهذه المنتوجات نظرا للاهميه ديالها، لا على الشق الجوده ولا شق السمعه ديالها. وفي الاخير حملات كنقوموا بحملات ترويجيه واعلاميه باش المستهلك المغربي يعرف هذه المنتوجات ويعاب السمعه ديالها ويزيد يقبل عليها ويساهم في المساعده ديال هاد التعاونيات اللي هما محتاجين للدعم ديالنا كاملين. محمد الرئيس، بخبير في المنتوجات المحليه، ومن بين الناس اللي كانوا اشتغلوا باش المنتوجات المحليه يخرجوا للسوق كاستراتيجيه وطنيه وكاستراتيجيه جهويه على المستوى الوطني. هذه الندوه كانت ندوه جد مهمه، تتطرق بالاساس للتسويق ديال المنتوجات المحليه والجهويه والمجاليه، المنتوجات اللي عندها واحد اهميه كبيره بالنسبه للنسيج الاقتصادي الوطني، لانه كتبقى في بعض الاحيان وفي بعض المناطق المنتوج الوحيد اللي يمكن يوصل الساكنه ولا المنتجين للسوق. فبالتالي وجب يعني تثمين هذه المنتوجات بشكل افضل، وبشكل اساسي التركيز على التسويق، لانه الحلقه اللي هي جد مهمه في تثمين هذه المنتوجات وايصال يعني الايراد او الايجار ديال هذه المنتوجات والربح الى الفئه المستهدفه والفئه المنتجه. فبالتالي كانت هناك ضروره ان نعاودوا لاعاده الرؤيه في الاستراتيجيه الوطنيه، والتركيز على انه لازم نأهل الخصائص فيما يتعلق بالتسويق، لانه المنتج غير مؤهل
ولا من غير مؤهليه ليقوم هذه العمليه بشكل افضل. فبالتالي اهل الخصاص والمؤسسات المتخصصه يجب الدخول بشكل اساسي يعني باش تروج لنا هذه المنتوجات وتحقق رقم معاملات اللي هو كبير اللي يمكن يحقق ايراد جد مهم للمنتجين وطبيعه الحال للمجال الحيوي ديال الانتاج ديال هذه المواد. ثم كذلك ضروره التركيز على انه التنسيق ما بين الفاعلين. كان وزاره الفلاحه اللي قايمه بمجهود كبير في تثمين هذه المنتوجات والترويج ديالها، ولكن خاص فاعلين اخرين يدخلوا. وزاره السياحه خاصه تدخل بشكل اساسي باش ترويج للمجال وترويج للمنتوجات، وكذلك يعني اشراك الفاعلين المحليين النخب المجالس الجهويه الغرف الفلاحيه والمجالس المنتخبه في الترويج للمجال والترويج للمنتوجات باش تكون هنالك يعني قوه فهاد النقطه هذه كتنعكس ايجابا على المنتوجات وعلى المجال وعلى المنتجين وعلى بطبيعه الحال خلق فرص الشغل وتنويع مصادر الدخل.